كتير في الصيف بيقطع معانا اللبن واحنا بنغليه، ايه رأيكم؟ احنا عملنا منه الجبنة الفظيعة ديت، سندوتشات حلوة وبسيطة للفطار وللعشاء، ومخدتش مننا وقت خالص ولا كلفتنا حاجة. عشان نكمل الفيديو مع بعض، ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناة ينورنا باشتراكه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وما تنسوناش يا حبايبنا في اللايك. الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واغفر لهم لأبي وأمي وأمهات المسلمين أجمعين. جو حر جدا، وساعات بنجيب اللبن نيجي نغليه نلاقيه قطع بالشكل دوت. طب هنعمل فيه ايه؟ هترميه؟ لا طبعا، حرام، خساره، ما ينفعش. اللبن وهو قاطع بالشكل ده ممكن تسيبيه لما يبرد ويهدى وتعملي بيه معجنات كده على طول في السريع، بس مش دايما متاح بالنسبه لنا ان احنا نعجن ونخبز، يعني مش بكل يوم طبعا، ممكن تكوني مش محتاجاها او مش بتحب المعجنات. طب احنا هنعمل باللبن دوت جبنه كريمي سهله جدا، وممكن ندخل فيها اكتر من طعم. هنحط اللبن يدفى على النار، وهحط معاه معلقه كبيره من الخل وهقلبه. الخل هيزود لي نسبه القطع بتاع اللبن، هيكمل عليه لما يفصل خالص، قطع هتبقى قطع كبيره وجامده، والجزء التاني اللي هو الشرش او الميه بتاعه اللبن. ده شكل اللبن لما فصل، بس كده القطع بتاعته بقت اكبر ولون الميه اللي معاه شكلها اتغير بالشكل دوت. هبدأ دلوقتي اصفيه، واكون طبعا حاطه من تحت طبق، تحت المصفى طبق او اي اناء، بحيث ان الشرش اللي هينزل فيه دوت احنا ممكن نستخدمه في اي حاجة تانية. هسيبه يبرد خالص قبل ما ابدأ استخدمه واكمل عليه الخطوات بتاعتي، والشرش دوت هستخدمه في اي معجنات، وخدي بالك هتبقى طرية وهشة بزيادة لان فيها خل، وعارفين الخل بيرفع وبيساعد ان المعجنات بتاعتي تكون هشة. انا هسيب الخليط دوت بتاع الجبنة لما يبرد شوية، وبعد كده نكمل مع بعض باقي الخطوات بتاعتي. انا حطيت خليط الجبنة اللي طلع لي من كيلو اللبن القاطع او اللبن اللي ما يصلحش للشرب، وهحط معاهم 3 قطع من الجبنه المثلثات، وهحتاج رشه ملح وحوالي ربع كوبايه من زيت الزيتون، والزيت اختياري، ممكن تخليه زيت زيتون وممكن يكون زيت نباتي. ادي الجبنه وادي رشه الملح. انا عايزه اقول لك حاجه، لو مش عايزه تحطي جبنه مثلثات ممكن تستخدمي بدلها لبن البودره، يعني هيبقى معلقتين كبار لبن بودرة معاهم ربع كوباية لبن حليب، وممكن تحطي بدل اللبن حليب ربع كوباية من الشرش اللي احنا طلعناه. دلوقتي هضربهم بالكبة. دوت الشكل والقوام بتاعها. دلوقتي جه دور بتاع الزيت، قلتلك ممكن زيت نباتي وممكن زيت زيتون، انا عن نفسي بفضل زيت الزيتون. زيت الزيتون هيخلي القوام بتاعها كريمي اكتر من كده، وهيديها طعم وتيست افضل بكتير. نحط حوالي معلقتين من زيت الزيتون. ده القوام بتاعها بعد ما ضربناها تاني مع زيت الزيتون. شوفت القوام اختلف ازاي؟ دلوقتي هنفضيها في علبة وهنسيبها في التلاجة ساعتين قبل ما نبدأ نقدمها. طيب التستات او الطعم المختلف اللي انا ممكن احطه عليها معاها، ممكن احط معاها قرن فلفل حراق واضربه اخر مرة، هتبقى جبنة بطعم الفلفل الحراق. ممكن احط معاها قطع زيتون اخضر او اسود زي ما تحبي، وممكن اسيبها كده وارش على الوش بتاعها زعتر او حبه البركه او حبه روز ماري زي ما تحبي الطعم اللي تحبيه واللي تفضليه. شكل الجبنة بتاعتنا لما خلصت، انا حطيت معاها قطع الزيتون وحطيت كمان رشة من حبة البركة، وممكن تزودي شطة، بصراحة بيبقى طعمها جميل جدا جدا. وزي ما قلتلك ممكن كمان تحطي حبات الفلفل الاخضر، اعمليها بقى سندوتشات مع طماطم مع زيتون مع خيار، في كل الاحوال هي جميلة واستفدنا منها، بدل ما كانت هتبقى حاجة خلاص هتضيع او هترميها. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، ونادي كل الستات.